عايز اتكلم بالتفصيل حتى عن شركه كره القدم اللي حضرتك عضو فيها، وطبعا عضو في اللجنه وبرئاسها طبعا المهندس خالد مرتجي. عايز اتكلم في ده بالتفصيل، استاذ محمد الضمر، وطبعا استاذ محمد الضمر هنجي له بالتفصيل الكلام ده. لكن عايز اتكلم كمان عن اعضاء فرع مدينه نصر. فرع مدينه نصر او يعني الاعضاء في مدينه نصر استفادوا بشكل كبير جدا من اللائحه دي، وبيتم معاملتهم النهارده معامله خلاص معامله الاصل. طب اوضح لحضرتك، هو حصل لغط وقت ما احنا كنا بنعمل اللائحه. كان طبعا على التصويت صح، على موضوع ما اقول لحضرتك، هو القصه اصلها اختلفت. احنا التدريب دلوقتي بقى في سوشيال ميديا، في لها ايجابياتها ولها سلبياتها. صحيح. ايجابياتها طبعا خلاص دي تحديات جديده كلنا لازم نتعامل معاها، احنا في عصر الديجيتال والتحول الرقمي كل ده مفروغ منه يعني. انما في نفس الوقت ليها جوانبها السلبيه، اللي هي المفترض لو انت شايف شغلك وبعيد عن الاجواء اللي هي تديك طاقه سلبيه بالظبط. يعني لان خلاص بقى مفهوم ان ممكن اوقات يكون حاجات مدفوعه مثلا، هي حاجات كلها مغرضه عايز تعطل. فحصل وقتها ان في اصوات قالت ده انتوا هتعاملوا فرع مدينه نصر كفرع، يعني كفرع هو اللائحه في حاجه اسمها المقر، هو اللي هو الجزيره ده مقر التاريخي بتاع النادي الاصلي. الاصلي بتاع النادي ده الجزيره، وكلنا بنحرص طبعا ان هو المقر لان ده في تاريخ النادي الاهلي كله يعني. الجزيره وفي مدينه نصر، مدينه نصر بيعامل هو نفس معامله عضو النادي الاهلي موجود في الجزيره، هو عضو عامل يعني. ما تشترك في النادي الاهلي الجزيره عضو بالتبعيه في مدينه نصر له كل الحقوق وعليه والواجبات. كل الواجبات، فما فيش اي فرق بينه. هو حصل لغط وقتها واحنا اكدنا عليه، ونظر الله كمان اكدنا اكتر بطريقه يعني جوه اللائحه، يعني مذكوره جوه اللائحه يعامل عضو مدينه نصر معامله عضو معامله المقر اصيل يعني عضو اصيل المقر. من حيث شروطه العضويه وقبولها والحقوق والواجبات زي ما حضرتك. فهو مدينه نصر زيها وشاءة الاقدار، حتى ان التطور الكبير قوي اللي حصل في عهدنا يعني البدايه كانت في فرع مدينه نصر. يعني فرع مدينه نصر احنا بنتكلم في حوالي 50 فدان تقريبا، حصل فيه تطور غير طبيعي. حمامات سباحه وحمام امواج، يعني لو في تقرير هتبين تم التطور والانشاءات اللي حصلت جوه مدينه نصر، واللي لسه جاري تنفيذ حاجات تانية لسه، ولسه في حلم الاهلاويه الجراج اللي هيتعمل جراج في جراج مسطح جداً. يعني هيسعى لحوالي 650 عربيه تقريبا جاري التنفيذ ان شاء الله، يعني في مجموعه حاجات. فهو بس ردا على حته مدينه نصر طبعا عشان اللبس اللي حضرتك تحدثت فيه، وكان برضو عامل لغط اياميها ان معامله فرع مدينه نصر مش معامله اللائحه واضحه وصريحه ان هو نفسه، لكن هو ده اللي كان لازم ان احنا هو كابتن محمود خطيب ليه كلمه جميله قوي ايامها، فهو ما بيحبش يتقال ايه فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد، فرع لا الاهلي الكائن بالجزيره، الاهل الكائن بمدينه نصر، الاهل الكائن موضوع الفروع ده كله اهل يعني كله كيان كلها العائله زي ما ده المتواجد في مدينه نصر، ده المتواجد في الشيخ زايد، ده المتواجد في المجلس العنوان بس يعني. المجلس نفذ كم في الميه من برنامج عائله الاهلي استاذ طارق؟ حوالي 98% تم تنفيذه. 98% 98% تم تنفيذه من البرنامج. غير كل المستجدات اللي حصلت يعني، يعني من ضمن الحاجات اللي برضو الحمد لله عندنا في خلال الدوره الانتخابيه بتاعتنا اللي هي التعامل مع التقنيات الحديثه. يعني عندنا في المجلس في مستشار للتحول الرقمي والتكنولوجيا والتحول الرقمي الاستاذ محمد صبان، وده برضو استحداث لحاجات موجوده جوه الانديه، لان احنا برضو شايفين النادي الاهلي ده هو المفروض يبقى يدخل في الأندية الرقمية. موضوع الديجيتال والكلام ده موضوع كبير جدا وبيدر دخل وعملية تسويقية، ومن حسن الطالع ان احنا يعني من ايام كان في بدأ البث التجريبي للويب سايت بتاعنا للموقع بالعربي وانجليزي وفرنساوي، ده بيسهل التواصل مع كل محبين النادي الأهلي في الشرق يعني في العالم كله. في نفس الوقت بيعمل لك عملية تسويقية غير طبيعية ان هيبدأ يستخدم كديجيتال وفي التسويق، يعني موضوع كبير جدا هيتم، ودي برضو من الحاجات اللي داخله معانا في موضوع الشركات.